ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش للخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء مغامرتنا النهاردة محتاجة حد قلبه جامد وعشان نبدأها محتاجينك تاخد تأشيرة المغامر فهنسألك شوية أسئلة عشان نشوف انت قد بقى لقب وختم المغامر ولا لأ اتفضلي جاهز؟ اتفضلي طبعا ماشي انت أخدت لقب القناص وجلاد الحراس والمتعب والمؤلم والمزعج وهداف الدوري 2004 و2005 قول لي ايه اكتر لقب بتحبه؟ لا بحبهم كلهم يمكن القناص شوية هي اللي خدت معايا وقت أطول لكن الألقاب كلها بحبها صراحة أبو البنات عماد متعب لو واحدة من بناتك طلبت منك تكون مغامر وتلعب كرة قدم هتوافق ولا هتخاف عليها من اللي شفته في مغامرتك؟ لا أنا يعني بالنسبة لبناتي أنا هسيبهم بيختاروا اللي هم عايزينه يعني أنا بحاول بقدر الإمكان يلعبوا أكتر من لعبة واللعبة اللي هم يبقوا مميزين فيها أو حابينها هيلعبوها على طول بلعب معاهم كره في البيت على طول وعلى طول لازم هم يكسبوني ما ينفعش انا اكسب ما ينفعش اكسب خالص يعني عشان اعرف انام يعني ما فيش الماتش مش هيخلص الماتش مش هيخلص لو انا كسبان يارا قالت قبل كده عماد عنده جزء مجنون محدش يعرف عنه حاجه ممكن تعرفنا على الجزء المجنون اللي محدش بيشوفه وتقول لنا ايه المغامرات اللي انت عملتها قبل كده يمكن يارا بالنسبه للجزء المجنون ده يارا هي اللي شافته معايا انا قدام الناس هادي جدا انا شخص هادي عامه بطبعي بحب البيت ما بتحركش كتير لكن مثلا في الصيد صيد السمك انا مجنون جدا ممكن اقعد 3 4 ايام في البحر عادي جدا ممكن اسافر 1000 كيلو رايح جاي في يوم ما عنديش اي مشكله ان اروح اصطاد 3 4 ساعات وارجع في قصه سكاي دايفنج دي يمكن هي زعلانه مني لحد دلوقتي لان هي قعدت 10 سنين تتحايل عليا ان احنا نسافر نعملها بره ما كانش لسه الموضوع موجود في مصر يعني وكنت بقول لها لا انا مجنون اطلع اركب طياره ونط من الطياره يعني في حد عاقل يعني هيطلع الطياره برجليه ويفتح باب الطياره ونط منها انت اصلا عملت سكاي دايفنج فين عملت سكاي دايفنج في مدينه الجلاله احنا خلصنا اسئله دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر ببي ار تيست ونشوف بقى ايه اللي هيحصل يلا بينا يلا بينا يلا عاش يا كابتن اه انا خبطت وكسرت الدنيا نوت اطلع فوق اطلع فوق ثانية يا جماعة في ايه يا اولاد اللذينة هي فين البتاع اهو هتلاقي الدايرة جوه اهي تحت ادخل جوه الدايرة برافو دي بقى هتدخل فيها وادخل في الجبل بعدين هتطلع فوق اطلع فوق شكرا يا جماعة بقى شكرا عماد انت 94% مغامر وده هيديك لقب مغامر مش سهل خالص كويس والله الحمد لله عاش جدا فانت دلوقتي جاهز لتأشيرة المغامرة أوكي. بس قبل ما تمشي عاوزينك تعمل فويس نوت مش هنسمعها خالص الا لما تنزل انا همشي دلوقتي واسيبك بقى تعمل فويس نوت يلا بينا يلا بينا يعني يارا تمارا سيلين عماد قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايز اسالك سؤال عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي يعيش معاك المغامره يارا اه بجد حاولت اقنعها بدل المره مليون لان هي كانت في الاول هي اللي بتتمنى تكون موجوده وكانت عايزه تعمل القصه دي معايا وانا اللي رفضت دلوقتي انا اللي بطلب ده وهي اللي بترفض لان هي كان حصل لها موقف كده في طياره من فتره كانت راجعه من نيويورك وحصل موقف كان سخيف في الطياره يعني كان حصل مشكله فمن وقتها بقى عندها مشكله مع الطيران طب هقول لك على حاجه لذيذه قوي ايه رايك تكلمها فيديو كول وتعيشها معانا المغامره وتحكي لها بقى هيحصل ايه يا ريت يلا بينا يلا بينا هاي هاي ايه الاخبار يا حبيبتي عامله ايه هاي دو اخبارك ايه انا كله تمام مش كنت تيجي معايا ينفع ايوه تيجي اكتر ها تخيلي بعد السنين دي كلها انت بتتحايل عليا وبعد كده انا اللي بعملها مرتين وانت ما عملتهاش بس 10 سنين
كتير، اجي لك بتصطاد عادي. اه لا بس لازم تجربيها والله، متعه غير طبيعيه، متعه غير طبيعيه، واماكن مختلفه وجنان مختلف. انا يا ريتني كنت سمعت كلامك من زمان. المره اللي فاتت كانت في الجلاله، المره دي في شرم الشيخ، ومدينه من اجمل المدن اللي موجوده في مصر، ومن الاماكن اللي انا كنت بتمنى اكون فيها على الارض، فما بالك بقى هشوفها من السماء. فدي حاجه انا بالنسبه لي بسطاني جدا. وانا كمان، انت عارف انا بحب شرم الشيخ قد ايه. انا عارف، عشان كده بقول لك كان نفسي تبقى معايا. تتظبط ان شاء الله ونعملها مره ثانيه. اوكي يا حبيبتي، يلا خلي بالك من نفسك. باي باي. نجوم السماء. انا جاهز. انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين. احنا عملنا دلوقتي ايه بلان مود للموبايل بتاعنا. اوكي، هنبدا دلوقتي معاك. امتى بتسمع للناس ورايهم فيك وامتى بتتجاهله؟ بسمع لهم لما بيكونوا هيقولوا حاجه تشدني، بتجاهله لما يكون الغرض هو التهميد او الغرض انه يكسروا فيا. لكن مهم جدا ان نسمع كلام الناس واشوف ايه الحاجات اللي اقدر استفيد منها. استفيد منها طبعا، بتعلم طبعا، طول عمري بتعلم. يعني ليه قررت ان بدايه مشوارك الرسمي في الاداره يكون في لجنه الانديه مش الاهلي؟ ما هو الاهلي هو المرشح على فكره. لما بتحب تفصل بتعمل ايه او بتروح فين؟ لو بحب افصل بطلع اصطاد على طول في البحر، حياتي كلها في البحر. يعني دلوقتي غيرت بقى في الجو، انا مش عارف عامل ازاي، يعني الحاجتين دول مع بعض فعلا. يعني طول الوقت انت شايفه البلد والمناظر من الارض، لكن لما تشوفيها من السماء كمان دي حاجه فوق الخيال، واحساس مختلف. يعني انك طايره، يعني الانسان بطبيعته ما ينفعش يطير، فتخيلي انت طايره، فحاجه ممتعه جدا. اشوفك على خير بقى تحت ان شاء الله. انت تحت ان شاء الله. باي باي. شكرا ليك، مع السلامه. حاجة غير طبيعية. جبال شكلها ضخمة. لا ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده يا جماعة؟ بجد مصر بلد عظيمة. ويارا تمارا سليم، بحبكم جدا جدا.
الله ينور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ايه الاخبار؟ انت كويس؟ انا زي الفل. زي الفل؟ لا تمام. طب عايزين اسالك سؤال مهم قوي. نعم. حسن شحاته اعتزل سنة كام؟ نعم. حسن شحاته اعتزل سنة كام؟ بتسأليه سؤال صعب جدا. لا لازم تجاوب. ده يعني اوائل الثمانينات؟ ايوه. طب كويس، انا فاكر. قايل. فاكر هو طبعا. طب ويارا عيد ميلادها امتى؟ 1/9/87. لا لا ما تقلقيش. هاي يا عم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل ايه؟ احساسك ايه دلوقتي؟ انا مستمتع بشكل غير طبيعي، يعني دي تاني مره اعمل فيها سكاي دايفنج، مره عملتها في الجلاله ودي تاني مره في مدينه شرم الشيخ. جو يعني فعلا مش حد هيشوفه غير في مصر. الجو اللي انا شفته النهارده ما حدش يشوفه غير في مصر. منظر اكتر من رائع. يعني شرم الشيخ كلنا بنحبها واحنا شايفينها على الارض، فما بالك لما تشوفيها من فوق الموضوع مختلف بشكل كبير جدا يعني. طب والادرينالين المره دي اقل ولا زي ما هو؟ لا لا اعلى. كل مره بيزيد، كل مره بيزيد. اتبسطت اكتر؟ المرتين اتبسطت فيهم طبعا، لان كل مره في مكان مختلف وبتجربه مختلفه ومناظر مختلفه واشكال مختلفه. ف انا فخور ان انا مصري يعني. بما اننا في شرم الشيخ واول حاجه بتيجي في دماغنا كلنا اول ما نقول شرم الشيخ هو منتدى شباب العالم اللي مصر بتجمع فيه الناس من كل حته في العالم كل سنه. لو افترضنا ان الدوره الجايه المنتدى هيعمل ندوه عن قضيه رياضيه معينه، تحب تكون ايه؟ احب تعصب جماهيري، نتمنى يعني، وبعض الاعلام الرياضي. بالنسبه للجماهير اتمنى الدنيا تكون اهدى، بس يعني تشجع فريقك زي ما انت عايز، افرح واتبسط زي ما انت عايز، لكن في الاخر في مناطق ما تروحلهاش. ده بالنسبه للجمهور. بالنسبه لبعض البرامج ان تقييمك يبقى فني بالنسبه للاعيب الكوره، ما يبقاش بيتكلم عن اي حاجه تانية خارج الكوره. اتمنى وحتى النقد يبقى النقد هادي، يعني بلاش في تجريح. عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره. اوكي تمام. يلا بينا. يعني يا رف طمارة سليم للمره الثانيه بعمل سكاي دايفنج، دي حاجه انا ما كنتش متوقع ان انا ممكن اكون بعملها للمره الاولى اصلا، لكن عملتها للمره الثانيه، وان شاء الله اتبسط وان شاء الله انزل بالسلامه وتشوفوني وتستمتعوا. طيب عماد احنا كده خلصنا، نورتنا وبسطنا معاك جدا، اتمنى انت كمان تكون اتبسطت. اخر حاجه هنعملها هناخد سيلفي مع النص والتذكاري وبس كده.